السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. المحاضرة رقم 5، طلبة جامعة التحدي، سنة الإعداد، مادة المصطلحات الطبية أو اللغة الإنجليزية. اليوم عندنا موضوع جديد كما تعودنا، وهو موضوع اسمه ديزيز، الأمراض، مرض يعني ديزيز يعني المرض، سيمبتومز الأعراض، and treatment. treatment شو معناها؟ العلاج. إذا إحنا لو ترجموا الكلمات هذه، ديزيز يعني المرض. كيف نعرف المرض؟ المرض عنده أعراض، سيمبتومز أعراض، الأعراض الأشياء اللي بيشكي منها المريض، وعادة هي سبب أنه يمشي للمستشفى أو يمشي يعاين عند دكتور معين. تريتمنت هو العلاج. العلاج. إذن في بعض المصطلحات تدور حول هذا الموضوع، نبغى نعرف المصطلحات. طبعا أحسن طريقة لفهم المصطلحات هو أنك أنت تدير سيناريو في مرض معين جاي، في أعراض تتخيل على نفسك. ومعظم الأعراض إحنا اللي نأخذ فيها بالذات في السنوات الأولى أنتوا حتكون كومن يعني شائعة ومعروفة يعني بهي، وحنأخذها تباعا إن شاء الله. إذن كلمة ديزيز معناها مرض، سيمبتومز يعني أعراض وتريتمنت. فهي نأخذ مثال لبعض هذه الأشياء. عندنا المصطلح رقم 1 هو الأنيميا. أنيميا كلنا نعرفها، فقر الدم يعني بالعربي. أنيميا، ها أنيميا. إذا كلمة أنيميا فقر الدم، ولكن كمصطلح عبارة عن شنو؟ insufficiency عدم كفاية، insufficient غير كافية، insufficient كلمة sufficient يعني كافية، insufficient غير كافية. insufficient شنو؟ RBCs red blood cell. بلد سيل، ريد بلد سيل، خلايا دم حمراء، ريد بلد سيل، خلايا دم حمراء. او طبعا احنا عارفين المصطلح هذا الهيموغلوبين، هيموغلوبين. الهيموغلوبين قلنا احنا مفروض 10.5 يعني اقل حاجه، باش ما تقولش انيميا، اقل من 10.5 معناها فقر دم. في اللي دمها 9 وفي اللي دمها 8 مسكين، هذا يبي مرات حتى في اللي دمها 7-6 يبي زياده الدم. فكلمه انيميا هي فقر الدم بالعربي، باهي انيميا. في الامتحان يجيك سؤال شنو هو؟ يقول لك insufficient غير كافيه، red blood cell خلايا دم حمراء. من هو المريض هذايا او شنو المرض هذايا؟ انيميا. والاعراض نتاع الانيميا السيمبتوم شنو هو السيمبتوم؟ الاعراض تلقاه فاشل، دهش، وجهه مستصفر هيك يا ناري مسكين، او مثلا مرخي هيك ودايخ وديما ما عندهش جهد، هذا طول تقول انه عنده انيميا. ترى قول له دير تحليل دم، دير تحليل دم تلقى الهيموغلوبين 8 او 8.5 ولا 6.7 ولا اللي هو يعني رقم، فتعرف انه عنده انيميا. باهي فاحفظه هذا السيمبتوم. باش التريتمنت، التريتمنت نعطوه تغذيه غذاء كويس، كبده ولا لحم ولا غيره، كان القهم هذا يعني باهي، ولا نعطوه حبوب مثل الحديد وفيتامين بي 12 وفيتامين كذلك بي 9 اللي هو الفوليك اسيد، وماكله كويسه وخلاص يعني. بكثر الدواء ممكن تخش لحتى على باري، تزله باري فهمتني، باش يطول يبرى بدل ما يقعد اسبوعين ثلاثه، يقعد من خلاله يتحسن بسرعه يعني باهي. نقص في الحديد مرات. على كل حال احفظوا لي انيميا، عشان تعريف الانيميا insufficient red blood cell خلايا دم غير كافيه. المصطلح الثاني هو الكف. الكف يا جماعه بالعربي هو السعال. السعال، السعال يعني الكحه. هي الكحه مرات تلقاها جافه حساسيه، مرات تلقاها بلغم طالع. اذا هنا في اكسبل، اكسبل معناها اخراج، اكسبل. لا اذا الكف شنو هو؟ عباره عن شنو؟ اكسبلد فورم، او اكسبلد فروم ذا لانجز، اكسبلد فروم ذا لانجز، فروم ذا لانجز. لانج اللي من الرئتين، اكسبلد يعني خروج، سعال يعني فيه هواء اير يطلع بقوه، للكحه او السعال تسموها فيها، احفظها. اذا اكسبل معناها اخراج، هذا هو المفتاح ديما الفعل، ها هو او الصفه هو المفتاح للسؤال. كف يعني كحه. ومرات شن تلقى فيه؟ مرات تلقى فيه ميوكس. ميوكس معناها مخاط باهي، او فليجم بلغم، فليجم ها فليجم معناها بلغم، بلغم اللي الماده بتطلع ولا مؤاخذه المخاط والبلغم تطلع في الكفه. ومرات اسوء من هيك، مرات تكون شنو؟ بص يعني ماده او تقيح، هذا في اسوء الحالات باهي. بص معناها بص يعني قيح، يكح يطلع في حاجه ماده صفراء خضراء لونها هيك، نتيجه عند التهاب رئوي او عند احنا ابو جنب بنسموه فيها ذات الرئه او ذات الجنب يعني، حتى هذا مرض من امراض باهي. اذا كف احفظوها، هي اكسبيلد فروم ذا لانجز وميوكس مخاط فليجما. احفظوا المصطلح هذا مهم جدا، مرات يجيكم وبص يعني هذا يطلع فيه السعال. المصطلح رقم 3 نحفظوه هو فيفر. فيفر حمى، فيفر. الفيفر حمى، تعريف الحمى هي هاي بادي تمبريتشر. هاي بادي تمبريتشر شو معناها تمبريتشر؟ درجة الحرارة. تمبريتشر درجة شنو؟ الحرارة. طبعا درجة حرارة جسم الإنسان قداش بتكون؟ المفروض الطبيعية 37 درجة مئوية، هذه طبيعية. أكثر منها يعني 38 ولا أكثر 39 ولا 38.5 طول، هذه اسمها حمى. باهي. طبعا حمى تقول لا والله أنا سخونة وعندي حرارة داخلية، هذا غير كافي. لازم تقيسها، لازم تحط مقياس ضروري تحطه في الإبط هنا أو في الفم مثلا باش تقيس درجة الحرارة الطبيعية. وتوا مديكم جهاز زي المسدس فهمتني طوله
اللي يجي يكتشفوا فيه ارتفاع درجه حراره. طبعا في الامتحان سؤال هاي بادي تمبرتشر شنو هي؟ هل هي انيميا ولا كف ولا فيفر؟ فيفر سؤال مباشر وسهل بيكون. ماشي، اذا هذا بالنسبه للحمى اعطيناكم درجه حراره طبيعي. المصطلح رقم أربعة عندنا شنو واخدينه قبل وهو هيموريج، باللاتيني هيموريج. شو نقولوا احنا؟ بليدنج، خديناه قبل، خديناه في منهج قبل النصفي. بليدنج دم ينزف نزف، ها هيموريج نزيف او نقولوا له، ولكن هو نزف يعني. بليدنج بمعنى شنو؟ ينزف لاي اصابه او ووند، جرح او انجوري اللي هي شنو؟ اصابه. تمام، مره حتى نزف في اللثه ولا السنونه ولا غيره. في حاجه اسمها نوزيا، نوزيا اند فوميتنج، زوز مصطلحات ديما ناخذ فيه مع بعض. نوزيا ولا مؤاخذه غثيان، نوزيا ايش معناها؟ غثيان، غثيان ايش معناها؟ غثيان دراه كبد يعني، تلعب به الصفره يقول لك، ها وبعدين يرجع يبدا شنو؟ فوميتنج. فوميتنج ايش معناها؟ قيء. فوميتنج ايش معناها؟ تقيء، قيء او تقيء. باهي، فوميتنج هو اخراج مكونات المعده لاي سبب، سواء كان دايجستيف الجهاز الهضمي مشكله فيه، او انه داخ مثلا، او انه عنده حمى ومريض، هل بمرات يرجع؟ مش شرط انه هو عنده عسر هضم ولا عنده قرحه في المعده ولا غيره. إذن عادة احنا الشخص اللي يرجع نقوله عنده ممكن المعدة عسر هضم، ممكن عنده قرحة في المعدة، عنده جداد احنا نقوله ولا حموضة، لأي سبب واكل حاجة بايتة، حاجة مصقعة ممكن يرجع. ولكن مرات تكون نتيجة لدوار مثلا زي دوار البحر يدوخ يبدأ يرجع باش يريح روحه ويطلع محتويات المعدة. إذن إخراج محتويات المعدة هو فوميتنج. في حاجة تسبقها اللي هو يقولك لعبت بي الصفرة أو دخت دوارة هيك أو غثيانك يبدأ يدوخ زي تو وبعدين يرجع، هذا اسمه نوزيا، احفظها نوزيا وفوميتنج. تمام، عندنا حاجة تانية وهي محاضرتنا اليوم وهي سيمبتوم. شو معناها سيمبتوم؟ سيمبتوم يعني عرض، عرضة مش عرض يعني حاجة بتعرضها، لا عرض يعني أعراض. سيمبتوم اسمها أعراض اللي هو عنوان تاعنا. الأعراض هي عبارة عن شنو؟ unusual feeling، unusual هذا غير معتاد، unusual، usual معناها معتاد، unusual معناها غير معتاد، حاجة غير معتادة بتكون unusual. unusual feeling إحساس، feel معناها يحس، feeling شو معناها؟ إحساس. unusual feeling إحساس، يحس صراحة مش كويس، يحس إنه مريض، يحس إنه تعب، زي يقول لك والله يحس في راسي يوجع فيا، شكلي عندي الضغط. هذه الحاجة شو بتكون؟ نسموها فيها شنو؟ subjective، يحسها المريض. subjective 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 معناها شنو؟ شخصية، حاجة شخصية، شخصية أو ذاتية، شخصية، عرض. هو يحس يقول لك سخون أنا ولا عندي لا حمى لازم، راسي يوجع فيا، نحس ان عندي الضغط. شو تدير انت؟ يمشي للدكتور يعاين. اوبجكتيف، اوبجكتيف معناها هذه حاجه مش شخصيه، هذه موضوعيه، موضوعيه. نعطيكم مثال اليوم خصوص الامثله اللي كنت نشرح فيها. امتى واحد يقول لك والله يعني نحس في راسي شد هيك ونحس روحي كيرزين ويوجع فيا راسي ودايخ، اكيد عندي الضغط. قول له لا ممكن ما عندكش يعني، يقول لك لا والله الا في الضغط. هل هذا تشخيص؟ لا، لازم يمشي يقيس الضغط، يقيس الضغط بتاعي يلقاه 120 على 80. معناها ممكن يكون توتر، متضايق من حاجه هيك، يفكر في شيء معين، عنده صداع سبب واحد ثاني، لكن ما هواش ارتفاع في الضغط. اذا هو سبجكتيف شخصيا يحس ان عنده ضغط، ولكن اوبجكتيف موضوعيا والجهاز بتاع الضغط ما يكذبش، فيحس انه هو شنو؟ ما عندهش. الدكتور يشخص العمليه هذه. يعني احنا كدكاتره مش لازم ان احنا نكشف المرض هيك، في اللي ما عندهاش مرض لكن عنده سيمبتوم ظبطوها هي. هلبه منهم راه، والله هلبه، هلبه راهو يجيك يقول لك انا مريض وبنموت وواحد ونحس روحي هيك، هو حاله نفسيه. تدير له تحليل يطلع كويس، تقيس له الضغط، تشوف له السكر، تقيس له الاعراض، تصوير، تخطيط، ما في شيء. اذا شنو؟ ما في شيء، فهمتوا؟ ففي بعض الاشياء الطب ما يعرفهمش او بعض الاعراض تطلع قد تكون نفسيا، ومرات فعلا هو يحس يعني الشخص ولكن ما عندهاش مرض. اذا شنو عنده هو؟ سيمبتوم، والاعراض بتاعي يحس بهم هو سبجكتيف، ولكن موضوعيا انت كدكتور تاكد منه وتدير له تحليل. ما تجيش تقول لا انت تكذب ولا راقد ولا لا، ما توزعهاش للمريض. المريض لازم تكشفه، تفتح له سنونه مثلا، فمه تشوفها، تعاينه، تقيس له الضغط، تدير له تحليل وتقول لا اسمع، تحليل كويس، الضغط كويس، درجه الحراره كويس، النبض تمام، اذا انت ما فيك شيء او ما فيكش حاجه تقتل، فانت ان شاء الله لاباس، وبرا خذ المسكن هذا ولا فيتامين ولا يمشي. فهمتها ولا؟ اذا السيمبتوم الاعراض مهم جدا، هذا عشان وقفتها، لان موضوعنا اليوم هي سيمبتوم الاعراض. الاعراض او العرض شنو هو؟ عباره عن unusual feeling. الاعراض هي اللي ترفع المريض، ترفع للمستشفى.
وتخليه يشكي ويطلب العلاج. شكوى المريض خديناها كومبلينت، يعني كانت تذكروا فيها في اول شيت في الكلينيكال، يعني كانت تذكروا فيها والمحاضره بها. ناخذ حاجه ثانيه رقم 7 سندروم، وهي متلازمه مرضيه. سندروم، كلمه سندروم تنقول لكم شو قصتها بالضبط. سندروم متلازمه مرضيه، متلازمه معناها مع بعض، يعني كومباينيشن اوف سيمبتومز. كومباينيشن، ها كومباينيشن معناها اتحاد مع بعض، ها تضامن يعني، او مجموعه. كومباينيشن يعني مجموعه اعراض. كومباينيشن اذا هي متلازمه مرضيه. كلمه متلازمه معناها اعراض يجوا مع بعض، في اعراض يجوا مع بعض، يعني مش ديزيز. السندروم هوش مرض، مش ديزيز. السندروم هو مجموعه كلمه، مجموعه امراض او مجموعه اعراض غريبه ديما يجوا مع بعض، اللي هو كومباينيشن. نسموه فيه كومباينيشن اوف سيمبتومز، اوف سيمبتومز اعراض، اذا اتحاد مجموعه اعراض. نعطيكم مثال، اشهر سندروم عندنا هو الايدز، عافانا وعافاكم الله. تجي لي واحد يطلع له حب في وجهه، فمه ملتهب، عنده طياب طايب، فمه جلد عنده بهقك وطفح جلدي، مناعته ناقصه، مره يكح مره يمرض مره يطيح وشكله غريب هيك، تقول هذا مش بعيد عنده نقص المناعه، هذا سندروم. واضح ان الصوره العامه للمرض انه هو عنده ايدز. واحد ثاني مثلا قصير باهي، والجبهه نتاعك مستقيمه، وعيونك مايلان مسكرات شويه هيك، ولسانه طالع هيك، تقول اه هذا المنغولي. عارفين انتم المنغولي ولا شايفين العي المنغولي؟ هذا سندروم، حتى هو سندروم، يعني الاعراض تصير مع بعض وعاده تساعد فيها شيء دياجنوزس. واحد ثاني مثلا يعطش هلبه ويشرب فميه هلبه ولا مؤاخذه ويتبول، اه هذه مجموعه اعراض صارت له مع بعض، هذا سندروم اللي هو الديابيتس، يعني عافانا وعافاكم الله، مرض السكر يعني. فهمتوا؟ اذا في بعض الاعراض تجي مجتمعه مع بعض وهي صوره تساعدنا في الدياجنوزس، تساعدنا في التشخيص. اذا كومباينيشن اوف سيمبتومز، اتحاد مجموعه من الاعراض، ايد ان، ايد يعني تساعد، ايد ان دياجنوزس، تشخيص. دياجنوزس، ايد ان دياجنوزس، دياجنوزس معناها تشخيص. واخدين المصطلح هذا قبل، خلاص. اذا هيك هنا يكونوا تمينا الجزء الاول من المصطلحات بتاعنا، تمام. اذا نحفظوها: انيميا، فقر دم، كف يعني كحه، فيفر حمى، هيموراج نزف، نوزيا غثيان، ومعها فوميتنج يعني مسبوقه بعدها الفوميتنج. سيمبتوم يعني اعراض، سندروم هي مجموعه شنو اعراض مع بعض، واعطيتكم مجموعه شنو امثله، تمام. نجوا تو للجهاز المناعي كيف يدير في مواجهه هذه الامراض. يعني جسم، نحن عندنا جهاز مناعي، الجهاز المناعي هذا يطرد البكتيريا او يقاومها او انه هو يتصدى لها، اسمها اميون سيستم. اميون سيستم، او احنا نبغى ناخذ حاجه اسمها شنو اميونيتي. اذا هنا في حاجه مهمه اسمها فورين ماتيريال، ماده غريبه، فورين ماتيريال، فورين ماتيريال، شنو اسمها؟ فورين، فورين جي ما تنطقش، فورين ماتيريال، مادة غريبة تخش لجسمنا، قد تكون فيروس، قد تكون بكتيريا، باهي. اند مثلا شنو يجيب لها؟ بادي ريسبونس، استجابة الجسم. بادي ريسبونس، استجابة، ريسبونس، ريسبونس، استجابة، ريسبونس معناها استجابة، استجابة الجسم، الجسم. فورين معناها غريبة أو خارجية، ماتيريال يعني مادة غريبة. أعطيني إكزامبل، إكزامبل بكتيريا. ومن ثاني فيروس، فيروس أو فانجاي، فانجس فطر. أو غيره، تمام؟ إذا هذا ما نسموه فيه باثوجين، كائنات ممرضة. وعادة شو بيكونوا؟ مايكرو أورجانيزمز. إذا هما كلهم مع بعض، احفظوا معي، اسمهم باثوجينز، باثوجينز، ممرضات تسبب في المرض. باثوجينز، اس جمع باثوجين، كائن ممرض. او نسمو فيهم شنو؟ جيرمز، جيرم يعني كائنات حيه صغيره، وتجمعها كلمه شنو؟ مايكرو اورجانيزمز، مايكرو اورجانيزمز، اورجانيزم معناها كائن، كائنات دقيقه، مايكرو يعني بالميكروسكوب تشوفهم مش بالعين المجرده، زي البكتيريا زي الفيروس ما تقدرش تشوفهم بعينك، فاسمهم مايكرو اورجانيزمز، كائنات دقيقه، كائنات دقيقة. وين موجودة الكائنات الدقيقة؟ موجودة everywhere، في كل مكان، في الهواء، في الماء، موجودة أيضا وين؟ في الطبيعة، في الهواء، في الأكل، سويل، في التربة، على جسمنا، نتعرضوا له يعني، نبو ولا ما نبوش، هذا شركاء معانا في الحياة، فاحنا نستنشقوهم وناكلوهم، ويجوا للجلد بتاعنا يصيبونا، ولو انجرحت يخشوا لك، لو واحد انحرق لا قدر الله يتعرض لهم، هذا اسمهم باثوجين. في كائنات ما تسببش في مرض لجسم إنسان، زي مثلا زي الطحالب مثلا،
زي بعض الأنواع الكائنات البكتيريا ذاتية التغذية، هذه ما تديرناش في مرض، ولكن الكائنات الممرضة لو درتنا مرض شو نسموهم؟ هذه نسموهم باثوجين. باثوجين يعني كائنات مسببة للمرض، جاية كلمة باثولوجي علم الأمراض، باثو معناها مرض، باثوجين معناها ممرض، كائن ممرض. وهم جيرمس، كلمة جيرمس يعني كائنات حية، جراثيم، جيرمس شو معناها؟ جراثيم. إذا الكائنات هذه ما منشوفهمش بعيننا، فشن نسموهم؟ مايكرو أورغانيزمس، كائنات دقيقة. كائنات دقيقة. أعطيني مثال، بكتيريا، فيروس، فانجس، بايا ما شن هم شن يعتبروا لنا إحنا؟ هذا ما فورين ماتيريال، فورين ماتيريال يديرنا انفيجن. انفيجن شمعناها؟ غزو يخشوا لجسمنا. إذا إحنا شن نديروا ضدهم؟ استجابة مناعية، بادي ريسبونس، استجابة مناعية، بادي ريسبونس، استجابة لهم شنو باش نقاوموه. ناخدوا أمثلة. أول مثال مطلوب عندنا إحنا الأنتيجين والأنتيبادي. هذه ما المادة الغريبة هذه، مادة غريبة. هذه نسموا فيها أنتيجين. أنتيجين أي مادة غريبة مش في جسمك خاشت لك، إن شاء الله لوحة ولا يبرة انخصتك به، ولا لسعة بعوضة، ولا لدغة عقرب، ولا سم ولا مؤاخذة، ولا بكتيريا، ولا فيروس، أي حاجة تدخل لجسمنا تهاجمنا اسمها شيء غريب ولا اسمها أنتيجين. إذا أنتيجين هي مادة غريبة، نفس الشيء مادة غريبة. شن بيدير جسمنا؟ استجابة، يفرز أنتيباديز، أجسام مضادة. أنتي معناها مضاد، بادي جسم، باديز معناها أجسام، أجسام مضادة. الأجسام المضادة من اللي بيفرزها؟ خلايا الدم البيضاء، خذيناها وايت بلاد سيل. الوايت بلاد سيل، خلايا الدم البيضاء وظيفتها المناعة، وعندي نوعين رئيسيين في الخلايا البلعامية الشجاعة، تجي طول تزمط البكتيريا والفيروس وكذا، لكن في اللي من بعيد لبعيد تحدف، تحدف في شنو؟ في أنتي باديز، أجسام مضادة. فديما ركز معايا، ديما في رسمك ديما يديروا فيها هو هذا باثوجين، هذا أنتيجين، أنتيجين مادة غريبة، بكتيريا، فيروس، أي سخطة، أي حاجة، وهذا أنتي بادي. أنتي بادي ديما حرف واي، شكلها زي تو حرف واي، وبتفرز خلايا الدم البيضاء، هي خلايا الدم البيضاء عندها نواة هنا، وهذا مرات تلقاه بكتيريا، مرات تلقاه فيروس زي تو بهذا الشكل. زاتين انتو الفيروس كيف شكله صح؟ ولا الفيروس هذا المشهور كيف شكله؟ كورونا ولا مش عارف شنو هو، بهي تلقاه زي تو. اي ماده غريبه اسمها شنو؟ انتيجين. اي ماده غريبه اللي هي فورين ماتيريال، جسمنا البادي ريسبونس، استجابه الجسم، يفرز ضدها انتي بادي عن طريق خلايا المناعيه، وايت بلاد سيل، خلايا الدم البيضاء. تمام كويس. إذن هذا مثال. إذن في حاجة اسمها أنتيجين، مستضادات أو هي المواد التي تدخل إلى جسمنا وتحفز الجهاز المناعي، فيستجيب لها الجهاز المناعي ويفرز أجسام مضادة تقضي عليها. إذن هذا اسمهم أنتيباديز، شكلهم زي حرف واي، هم عبارة عن بروتينات أو غلايكوبروتين تهاجم، وحتاخذوهم إن شاء الله أكثر في مادة الميكروبيولوجي الأحياء الدقيقة في سنة تانية إن شاء الله. بهاي. إذن هنا عندي حاجة اسمها إميونيتي. المصطلح الأول إحنا عندنا رقم واحد أو رقم اثنين مثلا اسمه شنو؟ إميونيتي، المناعة، إميونيتي. إذن كلمة إميونيتي معناها شنو؟ المناعة. احفظوا المصطلح هذا مهم، إميونيتي يعني شنو؟ المناعة، وهي فايت إنفكشن. شن تعريفها؟ فايت معناها يقاتل، فايت إنفكشن، إنفكشن معناها الإصابة، يقاوم أو يحارب، فايت معناها يقاتل، يقاتل الجهاز المناعي طبعا، انفكشن معناها الإصابة. بس سؤال، شنو هي الإصابة؟ هي غزو، غزو جسم الإنسان بإحدى هذه المخلوقات. إذا أي حاجة غريبة بتدخل لجسمنا مش حيقبلها، فهمتوا؟ أنا أعطيكم مثال يعني مشهور حتى هو. لو واحد دار زراعة أعضاء جلد أو دار زراعة الكلية، أشهر حاجة، لو واحد زرعنا الكلية ماهيش ليه، تمشي معها سنة اثنين ولا بعدين الجسم يرفضها. علاش؟ لأن مفيدة لي هي، ولكن رغم هذا تعتبر فورين ماتيريال، مادة غريبة. طبعا مش هو اللي يرفضها برغبته، لا، هو الله غالب مبرمج عنده جهاز مناعي فيرفضها ويكون ضدها أجسام مضادة يكسرها ويتخلص منها، رغم أنها مفيدة جدا لي. ممكن هو عنده فشل كلوي ويحتاج هذه اللي زرعها له تبرع بأخوه، ولا مشي شراها بحوالي 100,000 دولار ولا قداش بهي. فهذا مثال. إذا الميونيتي، المناعة، شو تعريف المناعة؟ هي فايت انفكشن، فايت معناها تقاوم شنو؟ الانفكشن. يعني نتيجة لهذا اللي صار، اللي صار هذا شنو اسمه؟ اللي شرحته فوق اسمه اميون ريسبونس، استجابة مناعية، ريسبونس. وطبعا هو يعتبر شنو؟ بادي ريسبونس، استجابة، استجابتك المناعية. أمتى وعى يجيك مرض، تمرض، تكح، المرض ما يقضيش عليك، تكون ضد أجسام مضادة وتتغلب عليه، وبعدين تنوض بصحة جيدة وتكمل باقي حياتك. هذا اسمه اميون ريسبونس،
استجابة المناعية. إذن هذه اسمها الاستجابة المناعية. الاستجابة المناعية. immune response. إذن immune response من بيديرها؟ خلايا الدم البيضاء. لأن خلايا الدم البيضاء هي اللي متبنية موضوع المناعة. إذا immune response هو fight infection، يقاوم إصابة، و immunity هذا المصطلح الأول نتاع immunity. نجول المصطلحات الثانية على فكرة لازم نفهمكم شو معناها infection. Infection هي شو معناها infection؟ إصابة، هذه ترجمة infection. Infection معناها شنو؟ invasion، غزو. Invasion شو معناها؟ غزو جسم الإنسان. Invasion شو معناها؟ غزو. Invasion of our body، of a human body مثلا، جسم الإنسان human body، by bacteria by نقط، خله من هم foreign material، مواد غريبة، bacteria virus، fungi فطريات، أو pathogen مواد ممرضة تسبب في المرض، أو germs جراثيم، أو micro organisms. كلهم هذا حاجة واحدة، كلهم عبارة عن حاجة غريبة تدخل لجسمنا لها القدرة على إحداث خلل في جسمنا أو ما يعرف بالأمراض. وكل هذه الأمراض أكيد عشان تعطي سيمبتوم. ما تنسوش أن محاضرتنا اليوم هي سيمبتوم، الأعراض والعلاج تريتمنت. نأخذ مصطلح ثاني شرحناه حتى، هو الباثوجين. الباثوجين هم الجراثيم. الباثوجين هو أي كائن حي يسبب مرض لجسم الإنسان، لكن لو ما سببش مرض ما هوش باثوجين. في بكتيريا طيبة تعيش في الأمعاء بتاعنا أو على الجلد أو في المناخير يعني، أو في الفم من فوقك، أو تطلع ولا مؤخدة في البراز أو في البول يعني. هذه بكتيريا طيبة موجودة في المسالك البولية، هذه لا تسبب أي مرض، هذا ما هماش باثوجين. فهمت؟ إذا كلمة باثوجين هم جيرمس يعني عبارة عن جراثيم. شدير invasion تؤدي إلى invasion غزو، ومن الغزو شدير infection إصابة، صح؟ إصابة لجسمنا. جسمنا شو بيدير لها؟ immune response استجابة مناعية، ويكون ضد أجسام مضاد. فهمنا الحلقة كيف ولا؟ إذن هذا موضوعنا اليوم، كيف يحصل المرض، كيف يصير المرض في جسمنا، شو معناها ديزيز. والبكتيريا هذه والفيروسات بعد ما يصيبوا جسم الإنسان تبدأ تطلع الأعراض. نعطيكم مثال، لو واحد بدأ يكح معناها مصاب وين؟ في الجهاز التنفسي، أو دهشة عنده. لو واحد عنده إسهال ولا مؤاخذة عند الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة مثلا، لو كان يرجع صارت له نوزيا وفوميتينج، شو معناها؟ معناها في المعدة أو في الجهاز الهضمي مشاكل. لو البول يحرق فيه ومتغير لونه وأحمر، من هذا الجهاز شنو؟ البولي، صح ولا؟ لو قلبه يرفك يطق ولا حاجة، من هذا الجهاز الدوري مصاب، وغيرها من الأشياء. لو طلعت له حبة في جسمه جهاز انتيجيومنتري سيستم أو سكن اللي خدناه في المحاضرات الماضية. إذا هذا تعريف الباثوجين شنو؟ example ليه؟ معطيني example بكتيريا وفيروس. بكتيريا ومن ثاني والفيروس. ما هي؟ نأخذ مصطلح واحد ثاني قد يكون الأخير، وهو الفاكسين. هذا مهم جدا. الفاكسين اللي هو الطعم، تطعيم، اللقاح أو تطعيم، أو التطعيم. اللقاح شنو فكرة اللقاح يا جماعة؟ اللقاح طبعا في بعض الأمراض ما عندهاش أدوية، أو إحنا مرض خطير هو نبي ندير حاجة باش تعطيني وقاية، زي التطعيمات، زي البي سي جي، تطعيم يحقنوا فيه هنا في اليد اللي صار من فوق باش يعرفوه، تطعيم ضد مثلا شلل الأطفال، كذلك تطعيم ضد الحصبة والسعال الديكي، ومثلا حتى ضد الهيباتايتس فيها تطعيم. ولكن للأسف ما لقيناش تطعيم ضد الـ HIV اللي هو الفيروس الإيدز هدايا، ولا ضد الكورونا حتى، وما زال يعني قاعدين يبحثوا في تطعيم باش نطعموا به الإنسان ما عادش يصير للمرض. شنو الفكره متاع التطعيم؟ الفكره متاع التطعيم تجي للباثوجين. الباثوجين هو بكتيريا ولا فيروس او غيره. ناخذوه شنو نديروا له؟ ناخذوه هذايا نضعفوه. شو معنى نضعفوه؟ نحطوا له كحول ولا فينول ولا نقتلوه؟ وناخذوه شنو نديروا له؟ نحقنوه في الانسان. اذا مفيش خطر ندير لنا مرض، ولكن الانسان يتعرف عليه جسم الانسان ويصير ضد حاجه شنو اسمها؟ اميون ريسبونس، يعني بروفا، كانه سيناريو، كان انت جاك المرض. يعني زي ناخذ بكتيريا نضعفها تبدا ضعيفه، نحقنها في الانسان انجكشن، شنو بيكون الانسان ضدها؟ اجسام مضاده. هل لها القدره ان هي تدي لك مرض؟ لا، مش حتفتك بيك ومش حتكون خطر، ولكن انت تستعد لها وتكون ضدها انتي باديز، اجسام مضاده. هذه الفكره. اذا الفاكسين هي انك انت كيف تتعرف على البكتيريا او مكونات البكتيريا. طبعا دراسات تو في فرنسا وفي سويسرا وفي روسيا تو حاليا، وفي بعض دول امريكا وبريطانيا، يجوا للفيروس الكورونا مثلا. فيروس الكورونا شنو داروا له مثلا هنا؟ ما يقدروش ياخذوه كله ويحقنوه. الفيروس طبعا هو عباره عن ار ان اي، فيروس هو ار ان اي. جو اخذوه مثلا الغلاف نتاعه،
القرون نتاع اللي يلصق فيهم يعني واحد اسمه اتش واحد اسمه ان نكيران خذوهم هما هكي زي توا ويحقنوهم في الانسان يكون ضدهم انتي بادي باش مره ثانيه تجي يهاجمك يموت قبل ما يوصل فيك. على ما تستنش قنت هنا يخش مثلا لجسمك الجهاز التنفسي طول يجوا الاجسام المضاده يقتلوه. اذا الفكره انك انت تاخذ جزء من الفيروس من جسمه او الفيروس كله تقتله البقايا نتاعها او الضعفه ماشي يقدر يدير لك مرض ولكن يدير زي السيناريو يحاول ينقسم عندك تبدا انت تتعارك انت وياه تتمرن يعني زي فكره التمارين بالضبط. وبعد التمارين هذه انت تكون بنيه قويه وجسمك مليء بالاجسام المضاده كميه كبيره باش امتى مره ثانيه يحاول يصيبك تكون انت مستعد له بالضبط. هذه فكره الفاكسين. اذا نعاود نعرفها بشيخ العلمي الفاكسين شنو المقصود من الفاكسين هو بريباريشن هو عباره عن تحضيره او خلطه بريباريشن بريبير معناها يحضر بريباريشن يعني تحضيره بريباريشن معناها خلطه او معادله يعني فورمولا بريباريشن اوف معناها اوف ليفينج اوف ليفينج حي ولا شنو ولا كيلد كيلد معناها ميت مايكرو اورجانيزم مايكرو شنو اورجانيزم مايكرو اورجانيزم المحدث للمرض شو بيصير احنا انجكتد انجكتد يحقن في جسم الانسان انجكتد علاش باش يحفز الجهاز المناعي ستيمولييت هي زايد شمعنا زايد يحفز اميون ريسبونس يحفز الاميون ريسبونس اميون ريسبونس الاستجابه المناعيه لما الوايت بلاد سيلنا خلايا الدم الحمراء وايت بلاد سيل وشن تكون ضد هنا انتي باديز انتي باديز اختصار الانتي باديز طبعا عارف ديما نديرو زي توا انتي باديز طبعا خلاص اذا هذا بالنسبه لمنو لقصه الاميون ريسبونس باهي نعاودها بسرعه كي قبل نكمل المحاضره قلنا بعد ما تمينا الموضوع الاول اللي هو السمبتوم الاعراض وخذينا مثلا الانيميا وخذينا الكف الكحه وخذينا النوزيا والفوميتنج والفيفر والاشياء هذه نجو تو لاليه حدوث المرض كيف يصير المرض المرض يصير عاده عندي فورن ماتيريال ماده خارجيه وماده غريبه محيطه بنا يستجيب لها او هي تخش لجسم الانسان فيستجيب لها الانسان هنا تطلع الاعراض تمرض شويه لكن بعدين تبرأ مثلا فورين ماتيريال الماده غريبه هذه انتيجين اسمها انتيجين اذا الانتيجين هذا مصطلح بالعربي يقولوا له يعني مستضادات يعني هي اي ماده تدخل الى جسمك وتحفز الجهاز المناعي تمام الانتيجين هذا او فورين ماتيريال قد تكون بكتيريا او فيروس او فانجاي او فطر وعاده لو دارت لك مرض شنو نسموه فيها احنا باثوجين ونسموه فيها ايضا شنو جيرمس او جراثيم المواد هذه ما تقدرش تشوفهم بعينك وبالتالي فهم شنو يعتبروا مايكرو اورجانيزم مايكرو يعني زي الميكرومتر يعني حاجه ما تقدرش تشوفها بعينك ولكن بالمايكروسكوب هذا اسمها مايكرو اورجانيزمس يعني كائنات دقيقه يدخلوا جسمنا موجودات في الهواء وفي الماء وفي التراب وفي الاكل يعني مرات يكون بايت او الجرح واحد ينجرح او يستنشقها مكي او تلوث مثلا يحط يد على مكانه ويحك عينه ولا خشمه ولا ودنه تخش هي تدخل لجسمك شو تدير انت بادي ريسبونس استجابه الجهاز المناعي متمثل في وايت بلاد سيل خلايا الدم البيضاء شنو بيدير يدير حاجه مهمه جدا اسمها اميون ريسبونس استجابه مناعيه لان شنو وظائف الوايت بلاد سيل خلايا الدم البيضاء وظيفتها هو الاميون ريسبونس او الاميونيتي المناعه الاجسام المضاده تهاجم الانتيجين او الماده الغريبه سواء كانت فيروس او بكتيريا او فطريات او غيرها وعاده نرسم فيهم زي توا واي شيب شكلها زي حرف واي تمام خلاص والباقي طبعا تقريبا شرحت يعني احنا هيك نكونوا مثلا كملنا المحاضره ونواصلوا طول مع بعض. طبعا زي ما كنا نشرحوا بكري المحاضره رقم 5 ديزيز الامراض ديزيز يعني المرض اتس سيمبتومز الاعراض نتاعها اند تريتمنتس وطرق العلاج المختلفه نتاعها. طبعا اول شيء تكلمنا على الديزيز المرض والاعراض اللي فيه شنو هم؟ مثلا اشهر الامراض تلقى فيه ريدنس احمرار هذا اسمه ريد احمر ريدنس احمرار هذا عرض يعني هذا يعتبر سيمبتوم احدى الاعراض. ممكن المريض يشكي يعني عنده حب شباب او عنده مثلا حساسيه ويجي يشكي منها. بين اللي هو الالم، البين يعني الالم هذا من اشهر الاشياء. يا اما الفيفر الحمى او السخونيه يقول لك انا سخون وكل شيء. يا اما النمسكين او بطاريات ضعفه زي ما يقولوا تايردنس تايرد تايرد متعب تايردنس التعب هذه كلها اعراض سبجكتيف يحس بها المريض ويشكي للدكتور. سم بادي ريسبونس بعض استجابات جسم الانسان سم بادي ريسبونسز استجابات تو ديزيز. أم تستجيب الشخص للديزيز شن تطلع الأعراض سيمتوم أور إنجوري ولا الإصابة يعني إنجوري معناها إصابة يعني إصابة ممكن جرح يد ينزف يعني كيف يستجيب الشخص باهي أولا من إحدى الأمراض اللي عندنا الأنيميا فقر الدم زي ما قلنا الأنيميا تعريف الأنيميا
insufficient أو insufficiency نقص أو عدم كفاية. sufficient كافي, insufficient غير كافي, of red blood cell خلايا الدم الحمراء. تعالوا جاي واحد دل تحليل دم, شن تلقى في المجهر؟ يبانوا خلايا الدم الحمراء ما شاء الله عليها ماما, وخلايا الدم البيضاء, وهذا من الصفائح الدموية. تحس ان خلايا الدم الحمراء هلبة اليوم red blood cell, هما red blood cell لوطة ماشي شايفينهم يعني. الخلايا الدم البيضاء موجودة. تعال شوفوا اللي بجنبه عنده فقر دم, تبقى وين الخلايا الحمراء متاعها؟ نقص ولا غير كافية؟ الحالة هذه شن اسمها؟ أنيميا. شن اسمها؟ أنيميا. هذا ليش وجهه مستصفر يعني مش أحمر يعني زي الدو كل شيء باين. إذن هذه الأنيميا. في الامتحان السؤال يجيك insufficiency of red blood cell ونعطيك اختيارات, أو في أسوأ الظروف أكمل أنت شو بتكتب أنت وشو بتجاوب؟ أنيميا. بتختار أنيميا, ومرات وصل يعني تلقى فيه توصيلة وعادة نمسكيو يعني. بالنسبة للكف السعال يعني إن تكح طلع فيه حاجات في الصدر متاعها كح ها كحة سعال. إذا كف لي السعال, air الهواء expelled يعني يخرج, x يعني من الخارج يخرج, from the lungs من الرئتين, suddenly فجأة, and noisily يعني بصوت حشرجة أو كحة يعني ها noise معناها دوشة أو صوت, noisily يعني بشكل يعني كحة بهي. هذا تعريف الكف. إذا امتحان سؤال يجي يقولك air expelled from the lungs كف, مش لازم نقولك suddenly ولا فجأة ولا noisy ويطلع في حشرجة أو صوت وغيرها باهي. طبعا قد يكون معه بلغم وقد يكون كحة جافة. الكحة الجافة قد تكون حساسية أو فيروس أو حاجة, لكن الكحة اللي فيها مادة طالعة مخاطة دي عادة التهاب معناها في بكتيريا أو فيروس أو غيرها. اللي هي هذه مثلا a cough, الكحة is usually associated with أصوشيد منها متعلقة مرتبطة with cold نتيجة للبرد يعني. ديما احنا ديما نقوله cough and cold برد عادية تصيلك يعني فيروس نتاع common cold هذا ولا الكورايزا ولا الزكمة ولا يعني موجود الشيء هذا ويبرى يعني الزكمة العادية. or lung disease مرات ما تكونش فوق في الخشوم أو في الجيوب الأنفية أو كحة في رقبتة مثلا, تلقى رقبتة مثلا تحرق فيه, لا مرات تلقى عنده وين في رقبتة أو في الصدر يعني في الرئتين, هذه مشكلة lung disease مرض في الرئتين. and it may produce قد تنتج أو تعطي mucus اللي هو مخاط أو بلغم phlegm هو نفسه or بص يعني المادة أو القيح ولا تقيح ولا غيره بعد. تمام يعني شوفوا هنا الفرق, هنا كحة جافة هنا ما طلعت شيء, ولكن هنا البنية هي اللوطة طلعت ودارت يعني أو كلينكس ولا حاجة طلعت بلغم, ما نعرف إن في infection إصابة مثلا بهي phlegm محفظوها في الامتحان. لو قلت لك الميوكس شنو هو؟ هو فليجم المخاط او بص الماده يعني, وعاده نبيكم تعرفوا هما الزوز الميوكس المخاط وفليجم اللي هو نفسه البلغم او المخاط. طبعا الاعراض الاخرى اللي ممكن تطلع هي الفيفر هي الحمى او الحراره يعني حراره, طبعا قصابه الترمومتر زي ما شايفين هنا الحراره يقول لك انا سخون مرات مش مزبوط يعني, لكن لازم نقيسها. كان لقيتها اكثر من 37 درجه مئويه معناها الحاله شنو اسمها فيفر. اذا فيفر شنو تعتبر؟ ان ابنورمال نورمال طبيعي ابنورمال من غير طبيعي ابنورمالي هاي عاليه بادي تمبريتشر درجه حراره عاليه واللي اكثر من 37. تمام. اعراض اخرى الامراض هي الهيموريج نزف اللي هو اكسسيف يعني زائد عن الحاجه, بليدنج يعني نزف. اذا هيموريج احفظوها شنو؟ بليدنج اكسسيف بليد. النزف هذايا قد يكون اكسترنال اكس يعني خارجي اكسترنال زي واحد صبعه انجرح ولا رجله ولا حاجه باهي ولا وجهه ولا اصيب, ولكن الأسوأ قد يكون شنو internal واحد دار حادث سيارة في البطن متاعها مثلا صار له نزف داخلي أو صارت له ولا ماخذ جلطة ولا نزيف في المخ فوق في الدماغ. إذا تلاحظ إن في شريان هني مفتوح الدم شوفوا كيف يطلع, الحادث اسمها شنو هيموريج ولا شنو bleeding نزف, وقد تكون internal داخلية نزيف داخلي أو نزف داخلي أو يكون شنو external زي واحد خشمة ينزف أو انجرح أو غيره بهي. نقول الشخص هذا عنده غثيان نوزيا دايخ لعبت بيه الصفرة معنا في لحظة ممكن يرجع فوميت. إذا النوزيا شن تعريفها؟ feeling يحس الإحساس the need الحاجة to vomit الحاجة إلى القيء يعني دراه كبد خلاص يبي يرجع ما يقدرش يروح طول بيمشي الحمام ولا يجي الحوض ولا يرجع كروانة ولا في أي مكان, هذا اسمها نوزيا غثيان بالعربي ماشي غثيان احفظوها مهمة جدا في الامتحان. السؤال نقول لك feeling the need to vomit شنو هو؟ هل هو vomiting غلط نوزيا صح bleeding نزف لا فيفر حمى لا, فلازم تعرف تعريف متاعها باللغة الإنجليزية باش تزبطها. طبعا هذه مقدمة للمنهج بتاخذوه قدام. شوفوا الأخت هذه اللي هنا مسكينة ماشي الأول دين وبترجع يعني خلاص vomiting رجعت جزء منه. it may be قد تكون
caused by شن سبب الفوميتنج ترجيع by a virus فيروس affecting يصيب digestive system الجهاز الهضمي يعني كلت حاجة ولا في الحموضة ولا غيرها وفيروس عند التهاب by an inner ear ولا الأذن الوسطى inner يعني الداخلية الأذن الداخلية ear الأذن disorder طبعا معروف الألم أو الدوخة أو الدوار أمتى واحد يدوخ يرجع بعد ولا باي بريجنسي بريجنسي والحمل معروفة طبعا الحمل حتى تشوفه في التمثيليات ولا كان امرأة رجعت ولا خلاص وانا اقول لك مبروك حامل ومش عارف شنو باي يدون احفظوها اسباب احفظوها دي مرة تجيكم شنو اسباب الفوميتنج والنوزيا ها النوزيا وشن تاني الفوميتنج يعني الاعراض متاعها النوزيا قد تكون يعني فيروس يصيب الدايجستيف سيستم الجهاز الهضمي هذه رقم واحد او اختيار ايه inner ear disorder order معناها ترتيب disorder خلل inner ear في الأذن الداخلية حتى هو بيدوخ تصير له نوزيا وبيصير له vomiting بيرجع يا إما pregnancy يعني ثلاثة حالات or by many other condition عدة أحوال أخرى زي شنو زي دوار البحر مثلا حتى هو يدير مثلا التهابات واحد أخذ مادة أو شم ريحة كريهة ممكن يرجع عدة أسباب لكن هي حسب الشيت والمنهج بتاعكم لازم تتقيد بثلاثة أسباب اللي عندنا النوزيا والvomiting digestive system مشكلة فيروس يعني affecting ولا inner ear disorder ولا بريجنسي اختيارات مرات تكون اختيار هو all the above جميع الإجابات صحيح تعالوا للسيمتوم صفة عامة شنو الأعراض تعريف الأعراض an unusual غير معتاد or abnormal غريب bodily condition هي حالة للجسم غير غريبة غير معتادة حاجة غير مريحة متحبهاش أنت أعراض غريبة وتسعى لحل أنت تبي علاج باهي such as زي منه زي rash الراش اللي هو طفح جلدي احمرار مثلا أو جلده كشش مع بعضه ولا يحك يأكل فيه كف اللي هو السعال أو الكحة فيفر الحمى أو بين الألم يعني مش من الطبيعي أن واحد عنده فيفر حمى زيادة صاحبنا ارتفاع درجة حرارة أو shortness of breath short معنى قصير shortness قصر في التنفس breathe يعني التنفس ضيق تنفس يعني زي الأزمة مريض الأزمة أو يكح يعني سواء كانت كحة جافة أو كحة فيها بلغم وهذه إحدى أعراض المرض المشهور الكورونا يعني اللي هو يصيب الجهاز التنفسي باهي صاحبنا هذا ماشي عاين وهذا الدكتور يعاين فيه هذا المريض خيره often a distinction الأعراض هذا عنده symptom باي أعراض يعني جاي للدكتور distinction is made between distinction معناها الفرق لا بد من التفريق لازم تميز is made between ما بين حاجتين قلت هايكم بكري subjective حاجة ذاتية وحاجة objective موضوعية الذاتية subjective symptom هذه يجي بيشكي منها المريض يقول لك هو علي يعني راسي يوجع فيه يعني عندي الضغط ويجري لي هو لا هو يحس ان راسي يوجع فيه لكن مش مزبوط وضغطه طبيعي جدا او واحد ثاني يقول لك والله سخون احس روحي سخون نغلي وبنحي حوايجي ويجيبوا لي ميه خنيه خلاص حراره بنموت تجي تقيس تلقاها 37 درجه مئويه هذا سبجكتيف سيمبتوم احساس ذاتي سبجكتيف يعني شخصي اللي هو غير صحيح لابد ان الدكتور يكشفه ويثبت خطا الشيء هذا لازم نوزنوا له الضغط لازم نقيسوا له الحراره نعينوه ونتاكدوا منه يقول لك انا دهش بنموت تقيس للتنفس بتاعه تلقاه يتنفس 100% هو يخش ويطلع قول له انت تحس في حاجه غريبه راه ما فيك شيء المهم يا سيدي described by يوصفها المريض subjective described by the patient حاجة يحسها المريض ويشكي منها and objective حاجة موضوعية فعلا signs اللي هي علامات حتى هي علامات زي الأعراض هذه اكتشفها الدكتور العلامات signs found by اكتشف بواسطة medical personnel medical personnel personnel معناه الشخص اللي يخدم في الصحة زي الدكتور ولا الممرض ولا مش عارف خبير المعمل ميديكال الطبي زي واحد يدير تحليل دور يطلع خلايا الدم الحمراء البيضاء هلبة حه ولا مؤاخذة عافانا وعافاكم الله تلقى عنده سرطان دم واحد تاني تلقى بالصدفة ما يشكيش هو لكن تلقى خلايا الدم الحمراء ناقصة بالصدفة اكتشفت هذه اسمها ساين ولكن ما تكذبش تقول فعلا انت عندك انيميا and or test اللي هو الاختبار واحد صدفة قاس الضغط يطمن لقى ضغطه 170 على 100 وما يحس في شيء غريبة انا يعني ما عندهاش سيمبتوم ولكن شنو عنده ساين اكتشفه منه الدكتور او خبير المعمل ولا الممرضه لان قاس رجاء ان تكونوا ميزتوا ما بين السيمتوم والساين اذا السيمتوم اللي يحس بها المريض ويجي يشكي للدكتور الساين هي اللي بيكتشفها الدكتور زي واحد يقول لك بطني توجع فيه هذه سيمتوم الدكتور يحط يد على بطني يقول اي يوجعني اذا هذه ساين لان اكتشفها منه الدكتور او اكتشفها المعمل انت تقول ميديكال بيرسونال ميديكال يعني الطبي بيرسونال يعني الاعوان سواء كان دكتور ممرض خبير معمل أخصائي متاع أشعة سوسوة يعني باهي نجو تو لتعريف السندروم السندروم هو متلازمة مرضية شوفوا هذا طبعا واضح أي واحد نسأل تقول حيل سنة كبير وطالع عيونه ضيقاتك مقيومات فوق ودنا
ودماغه مني مستطيل ويضحك هيك متخلف ذهنيا هيك ما يردش ما في عنده تخلف ذهني، معناه واضح ان هذا منغولي داون سندروم. اذا هو مجموعه اعراض مع بعضها كومباينيشن، هو اتحاد اوف سيمبتومز، عده اعراض يوجوالي فاون عاده موجوده ان ا بارتيكولار ديزيز، مرض معين مستحيل تلقى مرض ثاني فيه الحاجة هذه. اذا فاش يساعدنا في الدياجنوزس في التشخيص؟ اذا السندروم وبدات المنغولي تو المنغولي شنو يديروا؟ يجوا للام هي الحامل علوم يشكوا فيه بالجهاز الالترا ساوند، يجوا ياخذوا عينه منها من بطن امه ويشوفوه حللوه ويزبطوه منغولي، يقولها شنو تبيه الولد ولا نديروا له اجهاض؟ يعني هذا في الدول الاخرى، يعني في احنا في دين الله اعلم ما نقدرش نفتي فيه الشيء هذا، الاجهاض بصفه عادنا حرام يعني، لكن زيد وسع عليها. المهم خلينا في موضوعنا السندروم خير ايد يساعد الفيزيشنز الاطباء ان ميكينج باش يديروا شنو دياجنوزس تشخيصات يشخصوا الحاله تمام. اذا السندروم واضح يساعدك ان مجموعه اعراض مع بعضها إيه؟ مثلا واحد يكح كحه جافه وصدره يزوي وفي غبره وعنده جيوب انفيه، السندروم عنده شنو؟ حساسيه، حساسيه في الصدر او ازمة باهي. واحد يتبول هلبه ولا مؤاخذه ويعطش هلبه ويشرب هلبه، واضح ان عنده سندروم شنو هو؟ ديابيتس مليتس. قول له برا دير تحليل وانت صايم تلقى السكر هلبه عالي، فتعرف ان هذا مرض السكر. اذا هذا اسمه سندروم. واحد عنده التهابات قلنا عنده ايدز باهي. نجو تو للنوع الثاني، الجزء الثاني من محاضرتنا، وهي الاجسام الغريبه واستجابه الجسم، فورن ماتيريال الماده الغريبه اند بوديز ريسبونس استجابه جسم الانسان. تعريف الانتي بودي مضاد، انتي مضاد، بودي جسم مضاد، جسم مضاد شكله زي حرف واي ويهاجم منه الانتيجين، هذا اسمه انتيجين، قد يكون فيروس كورونا زي تو وفيروس ثاني وقد يكون بكتيريا وفطريات. اذا الانتي بودي بروتكتيف بروتين، هو بروتين يحمي بروتكتيف ذات از بروديوسد يصنع او يتكون ان ريسبونس تو استجابه لمن؟ للفورن ماتيريال الماده الغريبه هي واللي هي الانتيجين، ان انتيجين اسمها انتيجين such as بكتيريا فيروس او غيره شرحتها بكري. نجول الانتي بوديز تراي تو كيل تحاول ان تقتل، هي الانتي بودي شكلها زي حرف باي تهجم تحاول تقتله، هو شده تهجم الانتيجين، هذا انتيجين وهذا الانتي بودي جسم مضاد بيفرز منه خلايا الدم البيضاء. تراي تو كيل اور اكسبل ولا تطرد اكسبل ذا انتيجين فروم ذا بودي باهي، هذا الهدف نتاعها. الاميونيتي المناعه هم داير الدرع مناعه وقايه ضد المخلوقات، الجهاز المناعي نتاعها اميونيتي المناعه اللي هي ذا بودي فايتس مقاومه الجسم لمنه ذا انفكشن، الانفكشن اللي هي الاصابه او العدوى ود انتي بودي بالاجسام المضاده اند وايت بلاد سيل وكرات الدم البيضاء. This is called an immune response، هذه استجابه مناعيه. الخلايا التي والخلايا بي، الخلايا التي تتعرف على الانتيجين وتحفز الخلايا بي باش تفرز منها انتي بودي باهي. انت تجي تسلم عليه واحد مرات تشوفه البكتيريا نتاع واحد يعد الثاني، تجي انت تحك خشمك ولا حاجه، هذا ولد صغير وهذا راجل كبير ممكن يده ولا مراه وراء مثلا الولاد صغير، عدوى صار بيناتهم. انفكشن، انفكشن معناها اصابه او عدوى. الانفكشن هي عباره عن انفيجن، غزو، غزو جسم الانسان اوف ذا بودي باي ديزيز برودوسينج مايكرو اورجانيزم، معناها مايكرو اورجانيزم كائن دقيق لكن في شرط ديزيز برودوسينج معناها منتج للمرض، يعني يخش لجسمك في هلبه يخشوا لجسمنا ويطلعوا ما يديروش مرض، لكن هذا ما يعتبروا باثوجين. شرحتهم بكري باثوجين يعني كائن مسبب للمرض، ديزيز برودوسينج مايكرو اورجانيزم يعني كائن مسبب للمرض باهي، وهو الباثوجين. اذا الباثوجين او الجرم الجراثيم ديزيز كوزينج مايكرو اورجانيزم، يعني ديزيز كوزينج معناها مسبب للمرض، مايكرو اورجانيزم يعني كائن مسبب للمرض. زي ما نقول بكتيريا اند فيروسز ار تو كاينز، نوعين من الباثوجين. يعني مثال البكتيريا والفيروس اللي هم هادم بكتيريات وهادم انواع الفيروسات زي الاتش اي في والهيباتايتس هذا كله والايبولا، البكتيريوفاج اللي يقتل في البكتيريا، الانفلونزا او الجهاز التنفسي او الكورونا، الادينو فيروس اللي يدير في اسهال هذا، البكتيريا العصويه، البكتيريا الكرويه وغيرها. يعني باهي نجو تو مثلا الفاكسين، هذا مصطلح مهم جدا، تطعيم فاكسين. شن تعريف الفاكسين؟ هو بريباريشن تحضير او تجهيزه او خلطه اوف ليفنج حي ويكن ضعيف اور كيلد ولا ميت مايكرو اورجانيزم. اذا تطعيم شن يحتوي في ذاته؟ يحتوي على حياه دقيقه قد تكون ميته وقد تكون مضاعفه ضعيفه وقد تكون شنو حيه يعني، ولكن لا تسبب مرض، لا تستطيع احداث المرض. خيرهم انجكتد انتو ذا بادي، نحقنوهم بالحقنه الصغيره وين في الجسم. وهذه محاوله الفاكسين بتاع الكوفيد، هذا طبعا رسمه حديثه موجوده في معامل الصين وفرنسا وسويسرا وامريكا واوروبا، الدول اللي هي فعلا تحاول ان هي توصل الى التطعيم يعني باهي، لكن مازال يعني فيش حاجه قاعد اثناء التجربه يعني تبي فتره يجربوها الانسان باهي.
So لذلك that the body will produce جسم الإنسان سوف ينتج أو يدير antibody أجسام مضادة to fight لكي يواجه أو يقاتل الانفكشن caused by اللي بتسببها منه those microorganisms أولئك المايكروأورجانيزم هما مثلا خلايا دم بيضاء حضوها هذه خلية دم بيضاء تفرز في antibody شكل زي واي والانتيبادي يهاجم البكتيريا ويكسرها يحاول أنه كل ولا expel كل يعني يقتل expel يطردها أو يحيط بها معاش يخليها تدير مرض وهذا هو المناعة ماشي. طبعا هيك نكون احنا تمينا محاضرتنا وهي المحاضرة الخامسة زي ما شايفين في منهج بعض النصفي وهي الديزيز الأمراض symptom and special terms عندنا محاضرة ثانية رقم 6 حتى هي حول الأمراض وبعض المصطلحات المهمة اللي احنا بناخذوها تباعا ان شاء الله ماشي. شكرا لحضوركم وانتباهكم وان شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله.